سعيدي والكرشي وجبران، ولكن هو واثق من اللعبه ديالو، واي لاعب غير يعني اللي غدا يدير لا ديفيرونس. المقابله اللي لعبناها الشوط الاول اللي لعبناه مع فريق الرجاء حصلنا فيه نتيجه 1-1، ولكن هذا الشيء ما يعنيش ان المقابله تحسمات لشي فريق، لان تتلعب في نفس الميدان امام جماهير في نفس المدينه، يعني تتبقى 50-50. يعني المقابله ديال غدا ان شاء الله غادي ندخلوا لها الا وعايزين باش نحققوا فيها نتيجه ايجابيه واش نفوزوا. ما ممكن 1-1 تتبقى نتيجه ملغومه. المبتغى ديالنا غدا ان شاء الله هو اننا نركزوا خلال 90 دقيقه ان شاء الله باش نحققوا المبتغى ديال المكونات فريق الوداد، هو اننا ندوزوا للدور الموالي ان شاء الله بحول الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب.